وصل النائب الأول لرئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو اليوم لمدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق للمشاركة في مراسم تنصيب حاكم الإقليم أحمد العمدة باده. وكان رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قد أصدر مرسوما دستوريا منح بموجبه الحكم الذاتي لولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان تنفيذا لاتفاق جوبا لسلام السودان. وصلت وزير الخارجية مريم الصادق المهدي إلى روسيا في زيارة رسمية تمتد لثلاثة أيام تعقد خلالها مباحثات مع نظيرها الروسي سيرغي لافاروف حول تطورات قضية سد النهضة. وتلتقي الوزيرة خلال الزيارة بإلكساندر كازالوف وزير الموارد الطبيعية والبيئة رئيس الجانب الروسي في اللجنة الوزارية السودانية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي. قال بيان صادر من اللجنة الأمنية بولاية البحر الأحمر إنه في الساعة 8 من مساء السبت قام شخصان بإلقاء قنبلتين يدويتين على جمع من المواطنين بأحد الأندية بمدينة فور سودان مما أدى إلى وفاة ثلاثة رجال وامرأة وإصابة ثلاثة آخرين إصابات متفاوتة وتم القبض على الجاني. وأضاف البيان أن الحدث تزامن مع إطلاق عبوة يدوية على فندق البصيري بسوق المدينة ولم تؤدي إلى خسائر في الأرواح. نفذت تنسيقية لجان المقاومة بالقضارف اعتصاما أمام منزل والي الولاية سليمان علي تضامنا مع المرضى بمستشفيات المدينة التي خلت تماما من الأطباء عقب تنفيذ الإضراب الشامل. وتم إغلاق وتتريس جزئي للشوارع حول منزل الوالي واكتفت الشرطة بالمراقبة عن كثب والتعامل المرن مع الأحداث. أصدر والي جنوب كردفان حامد البشير إبراهيم إعلان حالة الطوارئ في 6 محليات بالولاية وجاء ذلك ضمن مساعي حكومة الولاية لتهدية الأوضاع وحقن الدماء عقب تصاعد أحداث العنف في محلية قدير.